في وسط الفرحة دايما ممكن تنسى أقرب القرابين ليك، أو يعني إحنا عشنا فترة يومين اللي فاتوا مهرجان القاهرة الدرامي اللي أقيم في العالمين الجديدة وتابعناه كلنا، وحصل إشادات كتيرة من أماكن عدة، وشاهد أيضا حضور عدد كبير من نجومنا في مجال الدراما. لكن الدولة المصرية ما بتنساش اللي ساهموا بدور كبير جدا ودور ضخم وتاريخ طويل في الدراما المصرية، واللي يمكن تاريخهم بيرتبط بانطلاق الدراما المصرية. خلال الاحتفالية قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكريم اسم الراحل الشيخ صالح كامل بمناسبة مرور 60 سنة على إنتاج أول مسلسل تلفزيوني، وده بسبب طبعا إسهاماته الكبيرة في مجال الدراما والفن المصري. معروف أن الشيخ صالح كامل أول مسلسل مصري أنتجه كان سنة 69، يعني تقريبا بالتزامن مع انطلاق أول عمل دراما مصري. لكن يعني عشان يعني نفرح أكتر، معانا على التليفون النجمة الكبيرة الفنانة السيدة صفاء أبو السعود، أرملة الشيخ صالح كامل. أستاذة صفاء، يعني وحشتينا وحشنا صوتك. الله يخليك، ميرسي أوي أوي، شكرا. يعني مش عارف أقول ألف مبروك على التكريم، ولو إن احنا افتقدنا وجودك في مصر في المهرجان. والله أنا اللي يعني كان نفسي أكون موجودة، بس للأسف توقيت المهرجان كان مع ميعاد سفري، فللأسف كنت بره، ولكني متابعة من أول لحظة لغاية آخر لحظة أكيد. يعني تاريخ الشيخ صالح كامل مسلسلات يعني علامات فارقة في تاريخ الدراما، عندنا البخيل وأنا، عندنا أحلام الفتى الطائر، هند والدكتورة نعمان، وطبعا غوايش، يعني ما ننساش غوايش تحديدا، وأوراق الورد، وعلى فكرة بيذاع حاليا البشاير برضو إنتاج الشركة العربية في البشاير، الفنان الراحل محمود عبد العزيز. لا، أنا عن نفسي متابعه حاليا البشاير، الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنانة الراحلة مديحة كامل. كلمينا عن التكريم واستقبلتيه ازاي؟ الحقيقة أنا أولا يعني بشكر فعلا الشركة المتحدة والأستاذ عمرو الفقي، لأن هم فعلا كان شيء ولفتة جميلة جدا أن هم يعني في الاحتفال بالدراما المصرية 60، يعني مرور الفترة دي كلها، انهم افتكروا انه في انتاج مساعد كان مع التلفزيون المصري، اللي هو كان الشركة العربية للانتاج الاعلامي، الشيخ صالح طبعا كان هو اللي عامل. طبعا يعني اتبسطت من هذه اللفتة، قد ايه حاجة جميلة انه مصر تكرم شخصية ساهمت في حاجة في الإعلام وفي الدراما المصرية. على فكرة هو الشيخ صالح أول إنتاج ليه كان مسلسل مصري، كان سنة 69، واستمر بعد كده بقى في المسلسلات والشغل لمصر. هو حبيب طبعا، بيحب مصر طول عمره، وبالنسبة له مصر دي في وجدانه وفي قلبه، ودايما كان ليه مقولة على فكرة بتتكرر كتير مشهورة، إنه هو بيقول إنه أنا اتعلمت من المدرس المصري على أيديه، والطبيب المصري أيضا كان هو اللي يعالجه. ففي محبة كبيرة لمصر ولأبناء مصر ولشعب مصر كله، ومصر وشعب مصر كله بيحب طبعا الشيخ صالح كامل وبيحب الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود. أشكرك يعني جدا. أنا أتمنى إن شاء الله لما تيجي مصر يكون لنا لقاء مع حضرتك في التاسعة. ضروري ضروري ضروري. أنا بس عايزة يعني أقول حاجة. تفضل. الحقيقة الاحتفالية اللي اتعملت دي وضحت جمال يعني العالمين، منطقة العالمين بقت شيء ليه بريق على مستوى العالم. يعني كان معايا ناس أجانب كانوا بيتفرجوا مش فاهمين اللغة، إنما كانوا مبهورين يعني بالمكان، بحلاوته، بميته الحلوة، بناسه، يعني شيء كان رائع وجميل جدا. وقبل ما أنسى بالمرة كمان عايزة أقول كلمة، إن أنا برضو بشكر نقابة المهن التمثيلية الأستاذ أشرف زكي برضو على مجهوده في الاحتفالية، لأنها واضحة طبعا احنا كفنانين نحس بهذا المجهود بالظبط، فلازم أذكر الحكاية دي. لا، وحضرتك فنانة كبيرة وليكي تاريخ كبير في الغنى وفي الدراما وفي يعني الله يخليك، وفي الإعلام كمان، يعني حضرتك أستاذتنا في الإعلام كمان.
ربنا يخليك. العلمين، العلمين حضرتك ما نزلتهاش لسه، العلمين في الشكل الحالي الرائع اللي احنا شفناه. الله يخليك. بسأل حضرتك العلمين، ما زرتيش العلمين لسه لا، انا الجديد؟ الزياره انا زرتها السنه اللي فاتت، كانت لسه ما انتهتش، مظبوط، كان لسه بيحطوا يعني يظهر الحاجات الاساسيات دي كلها، ما كانتش واضحه كده بهذا الجمال بالروعه الحلوه دي. يعني بصراحه شيء مشرف لينا كلنا والمصر ولكل الدول العربيه. ما اي بلد بتنجح وبتعمل حاجه عظيمه زي كده، ما هو ده كله شرف لكلنا، لكل مظبوط. العرب وكل الدول وكل البشر. فما بال بقى انها في مكان جميل، تاريخ عريق الاسكندريه، وطبعا منطقه العالمين. يعني الحقيقه شيء مبهر وجميل ورائع. الواحد لو طال يسلم على شخص شخص من اللي اشتغلوا في هذا العمل بجد، والله اروح اسلم عليهم كلهم. والله هو الجميل والمبهج يعني وجود حضرتك معانا على التليفون لحد ربنا ما يكون يخليك. في لقاء ان شاء الله، ونتمنى حضرتك ترجعي لنا مصر بألف سلامة. الفنانة شكرا. الكبيرة صاحبة التاريخ العظيم، الفنانة السيدة صفاء أبو السعود، أرملة الشيخ صالح كامل، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.